هل بالفعل الرجال الآن يصبحوا يعني يخشون تفوق المرأة عليهم حتى لا تأخذ المرأة مكانه؟ يعني ممكن يشجعها ولكن لا يدعمها بشكل عام. طبعا في عنا كثير يعني رجال بفضلوا انه المراه تكون متميزه، لانه المراه بالنهايه هي الزوجه، الاخت، الام، البنت في المجتمع، فبفضلوا نشوفها ناجحه لانه هذا بينعكس على المجتمع كامل. نعم. فلذلك في مساله الدراسات دائما احنا حتى بالدراسات التسويقيه، دراسات الاداره، بنشوف دائما الاشخاص ايام بيحكوا اشياء ما بيطبقوها بنفس المكان. مزبوط. فيمكن يكون في تحديات هناك، انه في بعض الرجال ممكن يشوفوا في نجاح المراه تغيير للصورة التقليدية أو النمطية لدور الرجل في الأسرة. اليوم يعني في الصورة التقليدية هو الرجل هو المهيمن في العلاقة الاجتماعية والعلاقة الأسرية، فنجاح المرأة وتكون مناصب عليا في الشركة ممكن هذا يخلي الرجل إنه يشوف إنه ممكن هذا الشيء يأخذ من هيمنته وسيطرته. أي رجل؟ زوجها قصدك ولا الرجل في العمل؟ هلا الزوج في العمل، الشخص في العمل هو برضه نفسه بيعكس، هو انعكاس لصورة الرجل في المجتمع.